المباراه دي احنا كنا ممكن ننهيها 7-8، ولو احنا الموضوع ماشي بالشكل ده طب احنا ما وصلناش كاس عالم ليه؟ ما كانش فيه بقى وقتها. انا بدات ان انا اشاور لحسني والحضري بيكلمني وانا عمال ماشي، يعني اللي هو اعمل اللي انت عايزه. ممكن يكون كابتن حسن هو شخصيا بتفائل واتشائم، ودي كانت مشكله كبيره على فكره. هو اليوم ده بقى هيقلب ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ دي كانت تركنيه مش عارف السبعه ولا الثامنه، هم من كل حته. الوحيد دايما هو كان حسام غالي، يعني ما بيسمعش. قلت له انت فاكر نفسك ان انت هتبقى احسن لاعب في البطوله؟ رد الاعتبار وان احنا الديزاين بتاعنا الشعب المصري ان احنا نحقق البطوله الثالثه في انجولا. لما دخلنا بقى اوضه اللبس وكده، انت بتتكلم على جيل هو حلم بالنسبه له الوصول لكاس العالم يعتبر انتهى. ويمكن الوحيد اللي ضحك علينا هو الحضري، وهو اللي كمل بعد كده. نهايه حلم كاس عالم، انما مش نهايه حلم انك انت تحقق نجاحات وبطولات تاني. فلما دخلت اوضه اللبس طبعا في وقتها اللعيبه كانت في حاله حزن شديد جدا. اغلب اللعيبه الكبار كلهم كانوا في حاله بكاء. انا اكيد بتاثر نفسيا زي اي حد، بس عاده انا ما بعرفش ابكي قدام حد خالص. يعني وقتها والله العظيم والله العظيم ان انا وقتها اول ما دخلت اوضه اللبس على طول شفت اللعيبه بتبكي، فبدات ان انا اقول لهم ارفعوا راسكم فوق، انتوا ابطال افريقيا خلاص، اللي حصل حصل، احنا حاولنا واجتهدنا، انما اوعوا تنسوا ان انتوا ما زلتوا ابطال افريقيا. بدانا ان احنا نجدد الدوافع بتاعتنا تاني. في الوقت ده بدا يغيب عننا لعيبه مهمه جدا ومؤثره، محمد شوقي، محمد ابو تريكه، وعمرو زكي. لكن خلاص خدنا القرار ان احنا البركه في اللي موجود. واول مباراه لنا كانت مباراه نيجيريا، مباراه صعبه جدا، وقدرنا ان احنا نكسب اللقاء ده 3-1، ودي كانت بدايه الانطلاقه لمحمد ناجي جد وقتها، البديل المثالي، احرز 5 اهداف في كل مره كان بينزل كان بيحرز هدف. يمكن الامور ما كانتش افضل ما يكون، لان وقتها كان أمراض اللي طالعة وقتها انفلونزا الخنازير، وإن بدأت اللعيبة تسخن مننا، وبدأ اللعيبة يبقى كتير تسخن، وبدأنا نشوف إن كل ما لعيب يسخن فنبدأ نشوف لعيب تاني يروح يقعد في أوضة تانية علشان ما يتعديش، وخمس ست لعيبة بقى فاكر أحمد عبد الملك، عبد الظاهر السقا. إنما دايماً ال- 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 البطل لازم يعدي كل الصعوبات. قدرنا إن إحنا ناخد 9 نقاط في المجموعة، وبعد كده نروح نقابل تاني الكاميرون، عقدة الكاميرون المنتخب المصري. الناس دي خلاص بقى يعني تعبنا طول الوقت. فلعبنا لقاء الكاميرون، وبصراحه هم كانوا افضل مننا الشوط الاولاني تماما. 25 دقيقه احنا الكاميرون محاصرانا في نص الملعب بتاعنا، والهدف طبعا الشهير اللي هو الهدف اللي انا جبته في نفسي، دي كانت تركنيه مش عارف السبعه ولا الثامنه، هم من كل حته يمين وشمال، وكانوا هم عندهم الافضليه. انما انت كان عندك الثقه خلاص، انت بتلعب بثقه، عارف ان انت في اي وقت ممكن تكسب اللقاء. والمباراه دي ليها ذكرى خاصه بالنسبه لي، لاني بالمباراه دي انا كنت بعدي ان انا بوصل يبقى اكتر لاعب في افريقيا عربيا وافريقيا لعب مباراه دوليه، وكنت عديت وقتها كابتن حسام حسن لانه كان 169 وانا 170. فالمباراه ليها ذكرى مختلفه بالنسبه لي. اول ما جه الهدف اللي انا جبته في نفسي، فبدات احس ان الدنيا ظلمت بالنسبه لي، واليوم ده بقى هيقلب ولا ايه اللي هيحصل بالظبط وكده. يخليك تبص كده لشريط ذكريات، انت بتضيع ضربه جزاء في 2006، تدخل شوط اول واحد، انت النهارده بتجيب جون في نفسك. في الفتره دي مع المنتخب ما بقتش بالشكل اللي هو الاساسي، اوقات كتير كنت ممكن بقعد، انما طول الوقت انت بتجدد الدوافع بتاعتك. انا عايز اكون موجود، ان رغم ان انا كان وقتها سني دخل على 36 سنه، الدوافع بتاعتي كأن لسه لعيب عندي 20 سنه، انا ببدا جديد. من كتر العصبيه بتاعتي انا بدات ان انا اشاور لحسني والحضري بيكلمني وانا عمال ماشي، يعني اللي هو انما الحمد لله الواحد بدا يرجع تاني الكوره ويركز في الملعب. وقدرت الحمد لله ان انا طبعا اجيب الهدف التعادل، وقدرنا ان احنا الحمد لله مع نزول جده في الاكسترا تايم طبعا الخطا بتاع جيمي ان هو يستغله بشكل كويس ويجيب الهدف الثاني اللي هو صعدنا للمباراه بعد كده. وبعد كده طبعا الهدف بتاعي الكوره ما تخطتش، انما اتحسب هدف يعني خلاص، يعني ما كانش فيه بقى وقتها. وقدرنا الحمد لله ان احنا نتغلب على الكاميرون في مباراه صعبه، ونبدا بقى نروح للقاء الاهم بالنسبه لنا، لقاء الجزائر، واللي كان بالنسبه للشعب المصري كله يعني اهم من فوزنا بكاس الامم الافريقيه بجد. لما جيت اتكلمنا مع اللعيبه وكده المباراه هي إيه بالنسبه لنا، هم كان الكل شايف ان هي رد اعتبار، بس احنا ما بنردش اعتبار، احنا اعتبارنا كده كده موجود، احنا ابطال افريقيا. فالموضوع
لا احنا عايزين ننزل نكسب اللقاء، احنا هدفنا هو الحصول على البطوله، مش هدفي ان انا افوز على الجزائر، لان انا النهارده فزت على الجزائر وخسرت البطوله مش هو ده الاهم بالنسبه لنا. فاحنا بدانا نغير الفكر كلعيبه غير الجمهور، الجمهور هو شايف ان احنا عايزين نرد اعتبار، احنا بالنسبه لنا مش هو ده الموضوع خالص، احنا بالنسبه لنا الموضوع احنا عايزين نحقق بطوله كاس الامم الافريقيه. فالحمد لله قدرنا ان احنا ننزل اللقاء ده رغم ان كان في يعني بعض العنف بعض، انما تركيزنا في الملعب. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحصل على ضربه الجزاء في الاول، وبعديها طبعا قدرنا ان احنا نحرز الهدف الثاني وحاله طرد حصلت، خلاص الملعب فتح بالنسبه لنا، المنتخب الجزائري بيلعب ناقص، بدا يبقى فيه عنف، احنا كنا عندنا لعيبه كتير مش في حالتها، ما بقاش العدد كافي بالنسبه لك، وبالذات في الخط الهجوم يعني زيدان اصابه متعب مش عايزين يتصاب عشان يبقى موجود في اللقاء النهائي. فبدات ان احنا نتكلم مع لعيبه، وبدات اتكلم مع لعيبه ان احنا مش عايزين ندخل في احتكاكات خالص، نكسب اللقاء بدون اي اصابات. يمكن الوحيد دايما هو كان حسام غالي، يعني ما بيسمعش، هو انا هلعب كده يعني هلعب كده، فكان الموضوع بالنسبه له داخل في عنف كده يعني. محمدي كان واحد هيبوظ له رجليه، نفس الحكايه عبد الشافي، نفس الحكايه جده، نفس حكايه زي. فاللعيبه احنا بقينا حتى دلوقتي احنا بنلعب الكوره من بعيد خلاص، على الرغم من ان المباراه دي احنا كنا ممكن ننهيها 7-8، لاني انا متذكر وانا بحكي لك دلوقتي كاني عايش اللحظه، احنا كان يوم خميس وهنلعب حد، فانت بتتكلم جمعه سبت ما عندكش غير يومين فقط لغير، وهتلعب يوم الحد، في حين ان غانا لعبه قبليك بيوم، وغانا لعبت 4 ماتشات بس مش 5 ماتشات، لان لو تفتكروا توجو انسحبت من البطوله فغانا ما لعبتش، فغانا لعب 4 ماتشات، ما هو انت لازم تبقى حاسب كل الحسابات، فانت مش عايز تدخل في انك انت تخسر لعيبه ما تبقاش موجوده، وخلاص المباراه سهلت بالنسبه لك، فاربعه زي 5 زي 6 زي 7، المهم ان انت تكسب وتوصل الفاينل. كسبنا الحمد لله، وحسيت بفرحه للشعب المصري كاننا حققنا البطوله، ودي كانت مشكله كبيره على فكره، اللعيبه بدات توصل ان احنا خلاص حققنا الهدف، بس ده مش الهدف، لان دايما الافراط في الفرحه يعمل لك مشكله. بدات بقى ان انا اتكلم مع اللعيبه ان احنا عندنا هدف اهم هو تحقيق البطوله، وكان ليا دايما مقوله ان التاني زي 16، احنا وقتها كان 16 منتخب زي ده 24، دايما كنا بنجتمع ليله المباراه نصلي مع بعض ونبدا نتكلم، كل واحد يتكلم، الكباتن الكبار كل واحد يتكلم وكده، وفي النهايه اقول الكلمه دي، خلي بالكم التاني زي 16، واللي هيفتكر التاريخ هو اللي وقف على المنصه. يعني مثلا منتخبنا وصل في 2017 الجيل الحالي بس ما قدرش يحقق البطوله، طب لو حقق البطوله الوضع كان ازاي دلوقتي؟ كان الجيل ده كتب اسمه. في 2021 نفس الحكايه، احنا وصلنا النهائي بس ما حققناش البطوله، ازاي تعرف تخلق دوافع للعيب؟ وفتحي كان لعيب مهم بالنسبه لنا وقتها، فتحي كان بيلعب في نص الملعب، فانا عايز يعني ارفع معنوياته، فقلت له فتحي خلي بالك عشان احنا مباراه بكره النهائي انت بتنافسني على احسن لاعب. فقال لي والله بجد؟ قلت له انت بتنافسني على احسن لاعب، خلي بالك احنا لو خدنا البطوله المنافسه ما بيني وما بينك. هو اتبسط، فدي حاجه معنويه. انا طبعا يعني حتى بعدها لما قعدنا نظره كده قال لي ده انت اللي خدت، قلت له انت فاكر نفسك ان انت هتبقى احسن لاعب في البطوله؟ انا فتحي لعيب كبير وفتحي قيمه كبيره، وانا كنت بقولها له بس يعني اللي رافع من روحه المعنويه يعني مش اكثر من كده. قدرنا الحمد لله ان احنا ندخل مباراه غانا، ومباراه غانا انا وجهه نظري ما كانتش مباراه صعبه فنيا. منتخب غانا وقتها كان منتخب لسه متكون جديد، منتخب صغير في السن، الخبرات بتاعته مش زي خبراتنا، ولكن اللي كان الازمه بالنسبه لنا هي ان احنا كنا وصلنا لمرحله بدنيه ان انت خلاص بدنيا ان انت انهكت. فبدات المباراه ماشيه مع بعض رايحين جايين لحد ما قدرنا ان احنا طبعا جده بديل بينزل وبيحرز الهدف الاول. لو جيت قلت لي ماتش 2008 النهائي وماتش 2010، انا 2010 كان عندي ثقه كبيره ان احنا نحقق البطوله، 2008 كان عندي تخوف، حتى لو كنا وصلنا مع غانا اكسترا تايم انا عارف ان احنا كنا هنكسب البطوله، الا كنا ممكن لو ضربات جزاء كان الموضوع بقى هنا موضوع مختلف. انا دايما بسمع كلام كتير عن قصه كابتن حسن والتفاؤل وتشاوم، انا ما كانش يعني انا حتى والله دايما بقعد مع اللعيبه كده ويقول لا الكابتن اصل كان في حاجات بتحصل، انا ما كنتش مركز في الحاجات دي. مثلا في بعض اللعيبه طلعت قالت ان الكابتن حسن وكان عنده شيخ وكان عنده واحد من الناس اللي هو يعني دايما بيقعد معاه والكلام ده وكده، انا شخصيا ما كنتش بشوف ده. ولو احنا الموضوع ماشي بالشكل ده طب احنا ما وصلناش كاس عالم ليه؟ ممكن يكون كابتن حسن هو شخصيا بتفاؤل واتشام، هو نفسه بيقول كده، انا كان عندي حاجات تفاؤل واتشام شخصيه بيا انما مش للعيبه وكده. فقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله ونطلع منها بمكاسب كبيره جدا، وانا شخصيا طبعا قدرت رغم سني الكبير وقتها انما قدرت ان انا الحمد لله ان انا احقق البطوله واخد احسن لاعب في 2010، وده كان تحدي كبير بالنسبه لي، وقدرنا ان احنا نحقق الانجاز التاريخي ان ثالث بطوله على التوالي
المنتخب المصري حققها، وإن الجيل ده يسطر اسمه بحروف من ذهب في أفريقيا كلها.